تفخر مقاطعة ويك بتوفير اختبار COVID-19 أثناء القيادة. تذكر أن تحضر معك استمارة التسجيل الخاصة بك مكتملة البيانات وبطاقة هوية. عند وصولك إلى موقع الفحص، ابق في سيارتك واترك النوافذ مغلقة. سيطلب الموظفون الذين يرتدون ملابس واقية شخصية رؤية استمارة تسجيلك وبطاقة هويتك. سيطلب منك اتباع الأقمع المرورية. بعد الوصول إلى محطة الاختبار، ابق في سيارتك. سيأخذ الموظفون الذين يرتدون ملابس واقية شخصية بياناتك ويقدم لك أداة فحص ذاتي مع تزويدك بتعليمات عن كيفية أخذ عينتك الخاصة. إذا كان لديك أعراض COVID-19 أو خلطت شخصاً ثبتت إيجابية تحليله، عليك العودة إلى المنزل بعد الفحص واعزل نفسك إلى أن تستلم نتائج تحليلك. للمزيد من المعلومات قم بزيارة wakegov.com/COVID-19.